في أولى محاضرات هذا البرنامج الثقافية أعتقد التي تختص بموضوع الثورة المصرية، يعني في البداية أود أن أرحب بالأستاذة الدكتورة كريمة الحفناوي، هي ناشطة سياسية مصرية منذ فترات طويلة جدا في الحركة السياسية والاجتماعية المصرية، من نشطاء حركة كفاية ومؤسسي حركة كفاية المصرية، وهي عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، واهتمت بقضايا اجتماعية وسياسية وأيضا بقضايا المرأة العربية والمصرية بشكل عام. الموضوع اليوم هو تحديات الثورة المصرية باعتبارها واحدة من المساهمات والمساهمين في هذه الثورة بشكل فعال، سواء بالإعداد لها في البداية من خلال ظهور حركة كفاية في وقت كان يسود فيه حالة من القمع والاستبداد، فكانت أولى الحركات الاجتماعية التي استطاعت أن ترفع شعارا فاق كل تصور في هذا الوقت، وهو كفاية، كفاية لمبارك، كفاية للتمديد، كفاية للتوريث، كفاية للاستبداد، كفاية لاعتقال أصحاب الرأي السياسيين. فكانت صرخة لم يكن باستطاعة أي حزب سياسي يعني قانوني بين القوسين يستطيع أن يرفعها في هذا الوقت، فخرج كل مخلص في مشروعه السياسي من حزبه لينضم إلى حركة كفاية، فكانت المظلة التي استطاعت أن تستوعب الكثير من النشطاء السياسيين والمعارضين السياسيين، وكانت البذرة الأولى في شجرة الثورة المصرية من وجهة نظر الشخصية. موضوع اليوم هو التحديات، لكن قبل أن نصل إلى التحديات يجب أن نمر برحلة الثورة المصرية. لماذا كانت الثورة؟ كيف كانت الثورة؟ الثورة الآن كيف حالها؟ نحن في مفترق طرق، إلى أين سنسير؟ ما التحديات التي تواجه الثورة المصرية؟ وما الحلول المتوقعة لهذه التحديات؟ وما دور المصريين؟ وما دور الدول الأخرى تجاه هذه الثورة؟ فالكلمة الآن للأستاذة الدكتورة كريمة الحفناوي، تفضل حضرتك. أنا واخد علينا الكلمة. أولا مساء الخير، أنا سعيدة جدا، أنا أول مرة أدخل الجامعة الأمريكية، بس عايز أقول لكم على حاجة. في 2003 كان الإنذار طبعا بالعدوان على العراق زي ما أنتوا يمكن عارفين ولا كنتوا لسه صغيرين، وخرجت شعوب العالم يعني في 15 فبراير 2003 من خلال مجموعة ستوب زور إنها تقول لا للعدوان الأمريكي على العراق. كنت إحدى المشاركات في هنا، وكان بيننا يعني كلام بين كل الحركات الشعبية إنه في ليلة ضرب العراق، يعني حينما تضرب العراق أو يتم العدوان عليها، علينا أن نتقابل في ميدان التحرير الساعة الواحدة ظهراً في اليوم التاني. وبالفعل يعني أنا من الناس اللي التزمت بالمعاد وجيت الساعة واحدة، ففوجئت أن طلبت الجامعة الأمريكية هم الذين احتلوا ميدان التحرير وشبابها وشباب الجامعات منذ الصباح، لم يدخلوا إلى المحاضرات، بل بعضهم ذهب إلى السفارة الأمريكية كي يعترض أيضا. كان شيء جميل، شيء مفرح، لأن في الفترة دي كانت هناك حوار الشباب ليس لهم علاقة يعني بالسياسة وليس لهم علاقة بأي شيء، وبالذات بقى شباب جامعة أمريكية، يعني دايما يتخذ يعني أنهم شباب يعني ممكن يبقى مرفه، ممكن يبقى بعيدا عن السياسة. فكان خروج طلبة الجامعة الأمريكية، وهنا ليست بقى حكاية طلبة مصريين أو طلبة من أمريكا أو هنا، لا، أنا شباب يخرج في هذا التوقيت، كان شيء مفرح. زي بالضبط
لما نبني تراكم على ده، لما نقول ان اللي فجر ثورة 25 يناير ايضا كان الشباب. اسمحوا لي وانا يعني في بداية المحاضرة وانا بأبدي سعادتي اني اقول ان باسم شهداء الثورة في مصر، وباسم شهداء الثورات العربية، وباسم ايضا الشهيدة رشيد الامريكية التي وقفت في فلسطين ضد الجدار العازل ودهست بالدبابة الإسرائيلية، باسم ذلك نقف دقيقة حداد على الشهداء. العرب أي إنسان بيدافع عن الظلم ويقع يعني عليه ظلم أو كده بنسميه شهيد، لأنه بيدافع عن الحق. كان ربيع الثورات رغم أنه فصل الشتاء في 25 يناير، ولكنه ربيع الثورات العربية. كان هناك ما فيش ثورة تجيء من فراغ على الإطلاق. الثورة لها يعني الناس بقى العلميين أو الأكاديميين يميلون أن كلمة ثورة معناها أن الشعب المحكوم يرفض حكم بهذا الشكل، وأن أيضا النظام القائم لا يستطيع أن يستمر في الحكم بأدواته. عند هذه اللحظة بتقوم الثورة، ده الكلام العلمي. أنا بميل لوجودي على فكرة من سنة 72، كنت لسه ما تولدتوش. سنة 72 كانت هناك حركة طلابية في جامعة وكل جامعات مصر، قادت يعني حركة من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل استعادة الأرض، لأن كانت الأرض احتلت في 67، أرض مصرية وسورية وفلسطينية ولبنانية. كنت أحد يعني كما يقولون قيادات هذه الحركة، واعتقلت كثيرا وخرجت في مظاهرات، وتأخر تخرجي حوالي يعني 8 سنوات بدل 5 سنوات، قعدت 8 سنين. ففي مقدمات، ما في ثورة بتقوم من فراغ. كان رأيي دايما ان الثورة يعني اذا كان ليها تفسير علمي، انا ليها تفسير انساني، هي حلم. حينما نحلم بالاجمل، حينما نحلم بالخير، حينما نحلم بان نرى دمعة في على وجه الطفل ولكن ابتسامة دائمة وحياة افضل، حينما نحلم أن هناك كوب حليب لكل طفل، أن هناك سكن مناسب، أن هناك مياه نظيفة غير ملوثة، حينما نحلم بتغيير واقعنا، أنا بقول إن الثورة تبدأ بحلم ثم فكرة ثم بعد ذلك بتقوم الثورة بقى عبر التعبئة وعبر التنظيم وعبر تعبئة الجماهير وعبر الحركات الاجتماعية. بتقوم في اللحظة دي الثورة لما ميزان القوة بيبقى لصالح الشعوب أو لصالح الشعب اللي منوط بيه يقوم بالثورة، لأن الهم واحد في الوطن العربي نتيجة لوجود أنظمة استبدادية، أنظمة تقهر شعوبها، أنظمة ما عليها إلا أن يعني تعيث فسادا في الأرض، فساد فساد فساد، تأخذ ولا تعطي. حلفت يمين من أجل يعني زي يعني أي رئيس جمهورية، يعني بيجي يقول برنامجي الانتخابي كذا، وليكن أوباما أو غيره، وححقق كيت وكيت 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 يعني كذا وكذا كيت وكيت دي باللغة العامية ولا يحقق شيئا أو يعمل لمصلحة شريحة ما، ولا يعمل لمصلحة عموم الشعب. في هذه اللحظة لابد أن يقول له الشعب توقف، لكن حقيقة في عندنا صبر كبير قوي، صبر مصر 30 عام على الرئيس الصادق أو الرئيس المخلوع، وسمة الصبر دي من سمات العرب، يعني صبر الجمال كما نقول، يعني الجمل عندنا صابر جدا، لكن في مثل بيقول الجمل حينما يغضب على قد هذا الصبر، اتقي شر الحليمة إذا غضب،
يعني اتقي شر الصبور اذا غضب، لان بمكنون هذا الصبر هيكون رد فعل قوي لهذا الغضب. كان لابد حينما يشعر المصريون جميعا بانتهاك داخل اقسام الشرطه والتعذيب وتلفيق القضايا من قضايا سلاح او مخدرات، حينما يدخل احد اما ان يعترف باي شيء ما لا يفعله واما ان ستلفق له قضيه، ان تقوم الثوره. كان لابد حين يكون ربع القوة العامله اللي تستطيع ان تعمل وهي حوالي 6 مليون في بطاله مستمره، يعني ما فيش اي وظيفه، كان لابد ان يثور الشعب المصري. كان لابد حين يطرد الفلاح من ارضه وهي قطعه بسيطه يزرع لياكل منها بالكاد هو واطفاله، ان يثور، لانه في هذا حياه، حياه وحياه اسرته. كان لابد حين تباع المصانع ونتيجه للفساد لمستثمرين سواء كانوا اجانب او عرب او مصريين ببخس الاثمان، ثم تقفل هذه المصانع ثم اشرد العمال فلا يجدون شيئا، ان تقوم الثوره. كان لابد حينما نجد ان ارادتنا غير مستقله واننا لا نخدم، يعني هذه الحكومه لا تخدم الشعوب، الشعب أو تقف لمساندة الشعوب الحرة في كل مكان، بل تقف أحيانا لمساندة قوة معتدية أو تقف لمساندة، بغض النظر عن التسميات، يعني الشعوب الحرة في العالم والإنسانية في العالم واحد، ومقاربة للمحتلين ده على كل مستويات العالم كله. يعني كان لابد أن تقوم الثورة. همشي سريعا ببعض التراكمات اللي أدت لهذه الثورة. أنا رأيي أن هناك حركات احتجاجية سجلها المتخصصون أن في آخر سنتين فقط كان هناك 3000 احتجاج اجتماعي وسياسي، 2000 من 2009 ل 2011، وأعتقد أنكم رأيتم بعضها وأنتم تمرون على شارع مجلس الوزراء حسين حجازي وشارع القصر العيني هنا مجلس الشعب ومجلس الشورى بجانبي. أكيد رأيتم يعني من كان مرتبه 100 جنيه، وأعتقد أنتم عايشين في مصر وعارفين يعني 100 جنيه، وكان يريد حينما سألته، أنا كنت دايما وسط الناس، يعني تصوروا أن هو يقول لك طب ما يزودوناش، لا نريد زياده ولكن نريد فقط ان يتم تثبيتنا. التثبيت عنده هنا معناه استقرار او امان، يعني ماشي بس هبقى يعني مش هتيجي انت بكره تقول لي امشي او ارحم او اطردك من المكان، حتى لو انا مستقر ببضعه يعني سنتات، يعني 100 جنيه دول يعني ما هيجوا قد ايه في ال 10 كام دولار؟ 15 دولار مثلا. وهو بيقول يعني شوف اتصل الى اني سيده قابلتها قالت طب بس يثبتوني. اتضح ان التثبيت ليه؟ حينما تثبت وده على مستوى العالم بيكون لك تامين اجتماعي او تامين صحي زي ما بنقول، فلك يعني ان هو مستعد انه ياخد ال 100 جنيه بس يتثبت عشان لما يعيا لما يمرض يلاقي انه يتعالج. حقه في الصحه ما كانش موجود، حقه في السكن ما كانش موجود، حقه في الوظيفة ما كانش موجود، حقه في التعليم ما كانش موجود. وصلنا إلى أن تنهب البلد وتخرب ويقف الإنتاج كإنتاج وتصبح دولة فقط مستوردة، يعني وده شيء مميت في الاقتصاد إنك تعتمد على الاستيراد. وهناك يعني كان دراسة قالت إن حجم التصدير مننا كان ب 25 مليار في الوقت دولار، في الوقت اللي كان الاستيراد ب 50 مليار دولار. وكان هذا التحليل بيقول ان العجز في هذا الميزان بنسميه الميزان التجاري، يعني بين التصدير والاستيراد، ده شيء خطير جدا لاي دوله ان تعجز وان تعتبر الاستيراد عندك اكثر من التصدير، وخاصه كان في بنود الاستيراد ان الاستيراد لاشياء سلع وسيطه، سلع مكمله، سلع غذائيه، وده بالتاكيد في الاقتصاد يعني ممكن يبقى في سلع وسيطه للانتاج لكن ان تستورد يعني الغذاء يعني بشكل كامل وتستورد يعني اشياء كثيره، ده كان في خلل اقتصادي حاصل في مصر. هذه الاحتجاجات
هي اللي بتقوم ثورة. الشعب لا يهب فجأة، فجأة كده لا يثور. أو فجأة، أنا صيدلانية فارماسيست، فكنت أقول دائما أبدا المية عشان تغلي تتحول يعني من السائل إلى البخار، هذا هو تغيير لابد من إنه نصل إلى درجة 100 درجة مئوية. عشان أصل إلى هذه الدرجة لابد أن أبدأ من درجة 0 و1. هذا التراكم من الحركات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية والحركات السياسية والنضالات المختلفة للشعب المصري هي التي أدت إلى أن أصل في لحظة معينة أني لابد من التحول هنا وقيام الثورة. فأنا بعتبر أن ده مقدمات، يعني عشان ندخل في الموضوع كان لابد من الثورة حقيقة. وأنا من الموجودين وسط الناس كنت أتخيل، وكنا نحذر دائما النظام القائم من انه نتيجه لان بقى في شريحه عليا في كل حاجه، لدرجه عملت لنفسها كومباوند، يعني حجبت هذا الكومباوند في الداخل. واحدى الدراسات قالت اني علشان اعمل حمامات سباحه داخل الكومباوند ده، وعلشان اعمل اراضي جولف، اخذ مياه الشرب النقيه والمياه التي يمكن ان نزرع بها، يعني كانت على حساب. وفي السنوات الأخيرة خرج في أحياء كثيرة بتسمى طبعا أحياء العشوائية، خرج ناس وفي قرى ليقطعوا الطريق لأني ما بيشربوش بقالهم 3 شهور، وهذه المياه تمر عليهم من أجل أن تسقي أراضي الجلف أو تسقي مياه فاحنا كنا، أنا كنت متصورة وأنا صغيرة، شفت على فكرة أفلام كثيرة حكت عن ثورات وحكت عن الثورة الفرنسية وهجوم سقوط الباستيل، وكنت دايما أحذر ويحذر من معي من أني ممكن قوي يبقى ثورة الجياع، ثورة المهمشين، ثورة هؤلاء ستأكل، كنا نقول ستأكل الأخضر واليابس. ولكن حقيقة كما فاجأ العالم الشعب المصري بحضارته وكان موجود بكامله وخرج من أول الطفل الرضيع حتى أبسط، حتى كل الأغنياء والفقراء وعمال الترحيل، العامل اللي بيشتغل باليوم يعني دخله باليوم، وده أفقر عامل لأنه ممكن يشتغل يوم وبقية الأسبوع لا يعمل. فجاءنا الشعب المصري أنه شعب متحضر، وأن الثورة التي كنا نخاف أن يحرق وأن يدمر وأن يجري على الكومباوند الأغنياء أو لم يفعل ذلك، ولم يدخل هذه القصور كي يحرقها أو يدمرها، ولكنه بصبره أيضا جلس، بل ولكنه حاسم. وأعتقد شعار مش هنمشي هو يمشي كان الشعار الملهم والذي استمر، وفي كل مرة يعني تبدأ إغراءات ويقول الرئيس لن أرشح نفسي مرة ثانية، لن أستمر، يعني سأقوم ببعض الإصلاحات. فكان يعني كلام في مصر وفي كل الدول العربية الآن اللي تقوم فيها الثورة لقد فات الأوان، إنكم يا حكام تفهمون متأخرا، فات الأوان، لا نريد غير التغيير، لا نريدكم، نريد نظاما جديدا، حياة جديدة، نريد من يدافع عن حقوقنا ومن يبقى، من يطلع منا من وسط هذا الشعب. هقول بس مقارنة بسيطة قبل ما ادخل في التحديات. حينما قامت الثورة وكانت شرارتها في تونس، وأنا عايزة أربط بين حاجتين، شعارات الثورة حرية، كرامة إنسانية، خبز، عدالة اجتماعية. قامت الثورة في الوطن العربي لأن الأنظمة متشابهة، أنظمة مستبدة، أنظمة محتكرة للثروات، أنظمة لا تفعل أي شيء لشعوبها. فكانت الشعارات كما يعني لو أنتم بتتابعوا نفس الشعارات، إسقاط النظام، تغيير النظام، حرية وديمقراطية وحرية الأحزاب وحرية الصحافة، حرية أيضا الانتخابات في النقابات. إحنا هنا تجمدت نقابتنا من سنة 93 بقانون يعني استطاعت الحكومة أنها تعمله علشان ما يحصلش انتخابات. النقابات التي تدافع، نقابات مهنية، نقابات عمالية تدافع عن الناس. ويوم 2 يناير بالصدفة أسقط هذا القانون في المحكمة، وكان يعني في شهر الثورة أسقط هذا القانون الذي جمد
النقابات وجمد حريتها وانتخاباتها، وكان لابد من اننا سنقوم بالانتخابات. وجاءت الثوره، والان ولاول مره من سنه 93 18 سنه ستقوم خلال الشهور القادمه انتخابات في النقابات المهنيه داخل مصر. وانتم تعرفون ان النقابات لها دور هام جدا على مستوى مصالح يعني صاحب المهنة، أو على مستوى تطوير أي مهنة، يعني لا تتجمد المهنة، وعلى مستوى بناء المجتمع. يعني كما قال أحد المهندسين، يعني إن كانت الحكومة المفروض بتستشير المهندسين حين بناء أي مشروع. وصلت مع تجميد النقابة إنه يعني ما فيش استشارة لأي شيء، بحيث تقوم أكم من المشاريع قامت ويعني حصل فيها أنها تبدأ بعد ذلك لأنها غير مطابقة للمقاييس. علشان ما طولش، لما قامت الثورة فوجئنا أن هناك سيناريو على مستوى جميع الأنظمة ووزراء الداخلية. إذا قامت ثورة من الشعب كيف يعني يتحركون؟ ففوجئنا أن السيناريو واحد، تضليل من خلال الجهاز الإعلامي، هؤلاء قيمة، هؤلاء مشبوهون، هؤلاء يتبعون بلاد أخرى يأخذون منها الدولارات واليورو، هؤلاء يتبعون إيران، هؤلاء يتبعون حماس، هؤلاء يتبعون، يعني إن لابد إن دول قلة ومشبوهة وممولة من الخارج، رغم أن الثورات العربية قامت دون أن يكون لها رأس أو حزب معين، وده شيء سمة في هذه المنطقة. لو هندرس سمات المنطقة العربية، لم تقم حزب، لا يدعي حزب أنه قام بالثورة، ولكن جميع الشعب المصري وفي وسطه طيارات السياسية التي تعبر عنه إسلامية كانت أو يسارية أو قومية أو ناصرية أو ليبرالية، يعني قامت الثورة والأطياف دي كلها موجودة فيها. ولم يدعي أحد أنها قامت بأي تمويل، يعني إن هؤلاء الذين خرجوا وقادوا الثورة وقاموا بالثورة، أن كان منهم أحد المنظمات الممولة، يعني من أي جهة ما. لم يحدث هذا نهائيا. وطبعا انتوا سمعتوا عن التشويه، إن الناس دي بتاكل كنتاكي ودولارات وكده، يعني نسبة لأمريكا، يعني ان احنا بناخد تمويل من منظمات امريكيه وبناكل كنتاكي، لدرجه ان كنتاكي كان نازل اعلان، وانا كنت قافل والله في ميدان التحرير، يعني ما حدش كل دجاج او اكل وكده. بنيجي بعد كده سمات، دي سمه في الثوره. السمه الثانيه ان وزراء الداخليه العرب يشوهون عن طريق الاعلام، يضللون، ثم بقى يستخدمون كافه الاسلحه المضاده للثوره. وكان أول سلاح الحقيقة لم يستخدم، يعني أنا عمري كبير قوي وقريت في الفلسفة وفي التاريخ، لم نرى على مستوى العالم أن تنسحب الشرطة وتترك بلد في أي نظام في الدنيا، أن تنسحب فجأة كده الشرطة، وكما لو كانت الشرطة لخدمة الحاكم وخدمة المجموعة الحاكمة، مع أن الشرطة في أي بلد للأمن والأمان بالنسبة للداخل، بالنسبة للممتلكات، بالنسبة للأشخاص. لم يحدث في التاريخ هذا الانفلات الأمني، والذي لم يدبر في مصر فقط، ولكن كان سبقتنا تونس حين قال أيضا رئيسها إما أنا وإما يعني الجحيم بقى وعدم الاستقرار والفوضى. وقال لما مشي إنه سايب عدد معين، أنا مش فاكرة العدد، معرفش كان 1000 يعني من البلطجية ومن القوى اللي هتنزل توريكم الويل وتقلب البلد لجحيم. فاتضح انه ليس وحده، ولكن جميع الأنظمة العربية. كان في عندنا حاجة اسمها القمة العربية، يعني لا تنجح نهائيا، ولكن النجاح الوحيد كان لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، وزراء الإعلام، وزراء الإعلام كيف نضلل الشعوب ونكذب عليهم، وزراء الداخلية كيف نسقيهم الويل إذا حاولوا أن يطالبوا بحقوقهم. الحاجة الثانية أيضا سمة برضو، أني برضو لم نجد عبر التاريخ أني يعني الأسلحة اللي المفروض بنشتريها أو بتشتريها الدولة وبتعمل جيشها من أجل الدفاع عن الحدود إذا حصل اعتداء يعني أجنبي، نجد أنه كانت كل هذه الأسلحة وكل هذا الجيش في الآخر لضرب
الشعوب. وجدنا ذلك طبعا يعني الاتجاه بين الشعوب بتضرب والدبابات بتضرب موجود في سوريا وموجود في اليمن وموجود في ليبيا برضو، ده ما حصلش على مستوى العالم. طبعا الجيش المصري او الجيش المصري بتاريخه يعني، لان دايما احنا مصر بموقعها لما تدرسوا موقع استراتيجي جاء عليها من قديم الزمن الغارات والغزاة، فكانت مصر دايما ابدا جيشها وطني وجاهز من اجل الدفاع عن حدودها. ومن هنا حينما قامت الثورة وخير الجيش المصري بين ان يعني يصفي الشعب او يعني يبقى مع النظام ويصفي الشعب، فاختار الجيش المصري أن يقف بجوار الشعب ليحمي ثورته، ولم يعني تنطلق رصاصة من الجيش المصري على المصريين. بعد قامت الثورة سقط رأس النظام ولكن الجسد ما زال موجودا، ودائما نقول الثورة ما زالت مستمرة، الثورة لم تنتهي بعد، الثورة في منتصف الطريق، نصف ثورة معناه انتحار. الانقضاض علينا من قوى المضادة للثورة كثيرا كثيرا كثيرا. وأنا رأيي أن الحاسم الوحيد في انتصار الثورات العربية هو شعوبها، هذا الشعب الذي ينتفض ويقدم دماء ولا رجوع بالنسبة له، أصبح ما فيش نقطة رجوع، خلاص انتهى، سقط رأس النظام، بقيت مؤسسات هذا النظام عليها أن تسقط، وعلينا أن نصل إلى العدالة الاجتماعية التي نريدها. فالحرية عند الشعب العادي، أمي سيدة منزل عادية جدا، الحرية عندها قد أناقشها كثيرا، ماذا تقولون الدستور أولا والانتخابات أولا و و و و، هي بالنسبة لها أن ابنها يشتغل، أن يبقى فيه مرتب، ان يبقى اسعار الطماطم والخيار والاشياء التي تشتريها من السوق متوفره، ان يبقى عندها بطاقه تمويل تستطيع ان تاخذ بها كل شيء ولا تاخذه باسعار عاليه. بالنسبه للشعب، بالنسبه للشعب العداله الاجتماعيه هي الجناح الثاني، لم تقم فقط الثوره للحريات، يعني الحريه هنا عند الشعوب مقرونه بالجناح، يعني ثوره جناحين، جناح ديمقراطي وحريات وجناح اقتصادي وجناح العدالة الاجتماعية. من هنا يقولون الشعب المصري ما زال ما فيش استقرار والناس لسه بتعمل اعتصامات. طيب، لأن ما زال النظام القديم يحكم بسياساته، الحكم هنا ليس بالأشخاص ولكن السياسات هي هي. جاء وزير للمالية قلنا له ضع حد أدنى للأجور وحد أقصى، والحد الأدنى يكون لصالح الشعب، لصالح واحنا على فكره لما عملنا الحد الادنى، انا كنت احدى الناس في لجنه اسمها اللجنه التنسيقيه للعمال، عملت دراسه عندما قيل ان حد الفقر 2 دولار في اليوم، احنا خدنا هذه الدراسه، 2 دولار لو اسره من اربعه يبقى عايز 8 دولار، يبقى انا عايز في الشهر بالمصري 1200 جنيه، الحد الادنى للاجر لتكون في مستوى حد الفقر، في مستوى حد الفقر. وعندنا على فكره يعني 42% من الشعب المصري عند حد الفقر، لو حسبناه هنلاقينا دخلنا في 40 تقريبا، يعني نص الشعب المصري حوالي 50 مليون. ال 50 مليون دول نفسهم في منهم حوالي 20 مليون يقعون تحت حد الفقر المدقع اللي هو 1.25 دولار في اليوم عندنا في مصر، يعني هذه الإحصائية. حتى انا كنت بضرب مثل انه في امريكا عندكم اعلى حاجه اللي هو راتب رئيس الجمهوريه في السنه بالنسبه للحد الاقصى درسناه لانه 1.13. هنا في مصر كان من يقبض 100 جنيه ومن يقبض 1,200,000 جنيه تحت 1000 موظف من الكبار السارقين الناهبين كان يقبض 1,200,000 جنيه. من وزير الإسكان الذي يحاسب حاليا والذي وزع الأراضي على الكبار في الدولة، ويعني هدايا يعني كده بملايين. حينما قدم ضده أيام النظام السابق مستندات تدينه، شالوه من وزير الإسكان، حطوه يعني دايما لما يشيلوا حد حبيبهم خدمهم يعملوه حاجة كده اسمها مستشار
رئيس مجلس متخصص قومي، يعني حدوته كده خد منها 1,200,000 في الشهر. هيكل الأجور عندنا واحد إلى آلافات، يعني إلى ما لا نهاية. نطالب بحد أدنى الأجور وحد أقصى الأجور. هذه هي العدالة الاجتماعية. أنا طولت. نطالب بضرائب تصاعدية بتصل في أمريكا أعتقد ل 35% أو 40%. الضرائب التصاعدية عندنا وقفت، وقف نموها كما نقول، يعني وقفت عند كام؟ 20%. والوزير الجديد بيقول نحط 5%، والكبار اللي فوق يعني هي ازاي يحط كمان 5% ويهددون. اذا العدالة الاجتماعية ما زالت مطلب اساسي من مطالب الثورة. حينما يسقط نظام في الجانب الحريات، في الجانب السياسي، سقط نظام، سقط دستوره، سقط حزبه المعبر عنه، سقطت الأجهزة. هنا في أجهزة اسمها الأجهزة المحلية سقطت أيضا، المفروض أنها تسقط. نطالب بسقوط كلها، نطالب بحل كل المجالس ومؤسسات النظام الفاسد الذي كان يستعين بها من أجل أن يستتب أمنه ومن أجل أن يعني سياساته تمشي. نطالب أيضا بمحاكمة عاجلة لكل الفاسدين وكل من أمروا بضرب الرصاص وضرب وقتل الثوار. نطالب كما قلنا في العدالة الاجتماعية بحد أدنى وحد أقصى. وما زالت هناك يعني ده على مش هنتكلم فيه، ممكن يبقى وقت تاني، أن حينما يسقط نظام كل القانونين بيقولوا سقط دستوره، ولابد من دستور جديد يضع العقد الاجتماعي بيني وبين أي نظام حاكم في المستقبل بمبادئ عن الحقوق، عن المواطنة، عن دولة مدنية، عن عدم التمييز، عن العدالة الاجتماعية، يعني ان يبقى في مبادئ تحكمنا جميعا في الفترة القادمة. اذا الثورة لم تنتهي وسيحميها الشعب والضغط الشعبي والحالي الوحيد. حينما نهدد بمليونية نجد بعض المطالب، يعني بعض المطالب المليونية بتبقى الجمعة، نلاقي يوم الثلاث الأربع الخميس بعض المطالب استجابوا لها، وعرف الشعب طريقه أنه هو الوحيد الذي يضغط ويستطيع أن يأخذ بقية حقوقه. في عجالة بعد ما تكلمنا عن الثورة هناك تحديات، يمكن ده الجزء الثاني. أنا يمكن اتكلمت عن جزء من التحديات وهو الانفلات الأمني المسؤول عنه من 11 فبراير حتى الآن. هل لا تستطيع حكومة ولا يستطيع مجلس أعلى القوات المسلحة ألا يعني يضبط الأمن داخل البلد؟ يستطيع ولكنه بطيء، وهذا البطء يخدم القوى المضادة للثورة. ده لابد أن احنا نقوله. الاستقرار أيضا الاقتصادي مطلوب. يقولون السياحة، لا يوجد سياحة ولا يوجد استثمارات. بالتأكيد لن يستثمر أحد أمواله في وضع اقتصادي غير مستقر، في بلد غير مستقر، في انفلات أمني. لن يجيء سائح وهناك يسمع كل يوم أنه ممكن يبقى في انفلات أمني، في بلطجية، في ناس هربت من السجون معها سلاح. تستطيع الحكومة، السلطة التنفيذية، ويستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته أنه ليس بصفته الجيش، بصفة أن هذا المجلس يدير البلاد في المرحلة الحالية كسلطة سياسية، يبقى يستطيع أيضا. وطلبنا منه ووضعنا حلول. شباب الثورة اللي في عمر الظهور زيكم وضع حلولا عديدا من أجل شرطة جديدة ومن أجل لجان شعبية بتحمي الثورة، ولكنهم لا يريدون. إذا أرادوا استطاعوا. طلبنا بسرعة محاكمات عاجلة لمن قام طبعا على بالاعتداء على دور العبادة. هذا غريب على الشعب المصري، واتضح من وثائق وكيليكس، واتضح من كل وثائق.